السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة عبدو عبد الله في كل مكان. تحية لحضراتكم. النهاردة إحنا هنبدأ المرحلة التانية من صدر غلة. المرحلة التانية من صدر غلة بتبدأ بعد مرحلة التكاثر التانية، بعد بقى التمانية. النهاردة إحنا هنضيف على الغلة الذرة الصفراء. الذرة الصفراء اللي هي لسه تتشوي. دي يا جماعة. الذرة دي يا جماعة في منها اللون الأبيض وفي منها اللون الأصفر. حضراتكم شايفينها، حضرتك كنت معدي على اي طريق دلوقتي بتلاقي جماعه بيشوا الذره دي، والجماعه طبعا اللي زي حالاتنا اللي عندهم اراضي الذره دي موجوده في اراضي. انا عايز حضرتك كل يوم وانت طالع للسمك تجيب يا كوز يا اتنين من دول، يا واحد يا اتنين من دول. حضرتك هتفرط الكوز ده، الكوز ده بيتفرط. الجزء الامامي ده يا جماعه منه، الجزء الامامي ده ما بفرطوش، لان لو حضرتك ركزت شويه تلاقي الحبه اللي قدام في جزء الذره تلاقيها مكببه كده وصغيره، وهي دي اللي انا هحتاجها في التطعيم. الحبه اللي قدام يعني اخد الحته اللي قدام دي اشيلها وافرط اللي ورا ده يا جماعه، افرطه مع الغل مع علفه الغل وارميه في الدور زي ما حضرتك شايف كده. الذره ديت في الوقت ده من السنه السمكة الجو خلاص هيبدأ يبرد اهو، كل سنة وحضراتكم طيبين. الشهر الجاي 9 تبدأ السمكة في عملية الغيام والجو يبدأ يبرد، تقف السمكة من التكاثر، ما عادش تبخ يعني. في الوقت ده بتحتاج السمكة تسمين تاكل بشراهة علشان فترة السبات الشتوي في بعض المياه، في سمكة في بعض المياه بتعمل سبات شتوي وفي سمكة بتفضل شغالة. سمكنا هنا وأغلب السمك الكبير الموجود عندنا هنا بيعمل سبات شتوي. احنا النهارده في المرحله الثانيه من صيد الغله ضفنا الذره، في اضافه ثانيه يا جماعه هتشوفوها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. احنا النهارده هنشتغل مع بعض عملي صيد بالذره وازاي نطعمها مع الغله، خليكم معانا. دلوقتي احنا هنسمي الله وهنطعم ذره، اول تطعيم الذره السنه دي. الذره علشان خاطر حضرتك تصطاد بذره، فاكرين لما قلت لكم هيجي ايام نشتغل بالخلخال السناره الزيرو واحد. الذره حضراتكم بتحتاج سناره زيرو واحد. الحبايه اللي زي ما قلت لحضراتكم بتبقى في البوز من قدام، بتبقى حبايه عباره عن دي صغيره كده ومكببه اكبر من حبات الغل. بتيجي حضرتك من فوق من الحته دي وتروح رشق الحبايه في المكان ده، تيجي تحت حضرتك عند الحته الصفراء وهتلاقيها جمدت شويه. ده تطعيمه يا جماعه الغله الذره في السناره. طيب انا هنبدا، بما ان انا زفرت الذره النهارده لسه جديد، هنبدا على وش طويل مش وش قصير كده زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذره يا جماعه سريعه يمكن اسرع من الغله كمان، اهي غمزت اهي، سريعه يمكن اسرع من الغله. لو حضرتك نزلت بيها في مكان فيه سلفر ولا بني حرص جامد، لان اغلب اللي بياكلها بشراها السلفر والبني مع البلط. خليكم معانا وادعوا لنا وان شاء الله ربنا يصلح الحال ويرزق الجميع. توكلنا عليك يا رب. يا بابا فداك يا بابا. ده أول سمكة يا جماعة بالذرة، أول استفتاح بالذرة وفك تاني. باين عليها كبير. هي يا جماعة الطعمة ذرة أهي. هتفرك إن شاء الله. يا مسهل الحال يا رب. ديله على ودنه بالذرة أهي. حبات الذره في بقها يا جماعه اهي، شايف اهي؟ سونا مرض في بقها اهي. والسمكه بسم الله ما شاء الله شلاطيم اهي. شلاطيم شلاطيم. حبات الذره لسه في السناره يا جماعه اهي. 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 لسه حبات الذره في السناره اهي. يا ست البنات على مهلك، اديله على ودانه شلاطيم يا رضا. يا جماعه ذره ذره، دي الحبايه دي ذره مش غل، واللي كلتها والله ذره اهي، عاركم زي العسل.
ارفع العاشة كده يا معلم. اخر حاج عبدو اديله على ودنه ارفع زي ما علمتنا يا ارفع اديله على ودنه يا مسهل يا رب بس اهل له زي ما علمتنا صيد الغلة اهو اديله على ودانه. مرة يا جماعة واحنا بنصطادوا سمك كان معايا الله يرحمه عمنا وعم الصيادين الله يرحمه عم عبد الله الفيه، فبعدين انا مديله كوباية الشاي في ايديه راحت غمزة. كنا في المحطات في مشروع ناصر وكانت السمكة اللي تاكل معانا كان سيلفر كبير، أول ما غمزت كده راح رامي كوباية الشاي في المية وراح ضارب السمكة. الراجل ده يا جماعة ادعوا له بالرحمة، الله يرحمك يا عم عبد الله ويسامحك، الله يرحمك، ادعوا للراجل ده بالرحمة يا جماعة. السمكة لو حضرت كده ما عادش هنغيب، حضرت على كده إن شاء الله ما عادش مغيبها من المكان ده. يا رب اديله على ودانه شال عظيمة ايه ايه بص هو انت هو انت يا حاجة ليه كده؟ خليك اكبري يلا مع السلامة سلامك. اديله على ودنه اديله على ودانه تمام اديله على ودنه يا جماعة. لو حضراتكم ركزتوا معايا النهاردة في الصيد انا ضيعت سمك كتير وحنزله، لان السمكة اليومين دول يا جماعة طالعة من بخة زي ما اتكلمنا قبل كده في البخة اللي فاتت، بيطلع يا جماعة حنك السمكة من هنا، السمك الكبير بالذات هو اللي بيضيع اليومين دول النوتي، بيطلع حنك السمكة من هنا مهري، السنارة بتروح حضرتك بتضرب تيجي ترفع تروح شرمة، شرمة حنكها في الفترة دي. وانا قاصد ان انا هنزل السمك ده لحضراتكم علشان حضراتكم تبقوا عارفين ملمين باللي بيحصل اليومين دولت في السمك. يا مسهل اديله على ودانه اديله على ودنه طلعت الغمزة دي استاذ ميسرة يا جماعة اهوت الحمد لله على السلامة. تعال يا حبيبي تعال استاذ ميسرة يا جماعة بتاع محل الاستاذ في دمنهور، انا كنت طلبت منه عرض علشان خاطر كلمونا يا حبايبنا على القناة اصدقائنا قالوا لي عايزين عرض كويس، فانا الاستاذ ميسرة النهاردة بعت له علشان خاطر يجي ويجيب لي عرض كويس، هشوف العدة اللي هتعجبني وهتكلم عليه. خليكم معانا دلع السلامه يا حبيبي دلع على ودانه دلع السلامه يا عزيزي ابو محمد عامل ايه كده دلع السلامه يا ابو محمد استاذ رضا نور الدنيا تعالى حبيبي تدلع هنا حبيبي الحمد لله على السلامه يا ابو محمد الله يسلمك يا حبيبي تعالى نورت الدنيا كلها يا عم الله يخليك يا عم عبد ربنا يخليك عامل ايه يا حبيبي الحمد لله اخبارك ايه الناس يا عم عايزين عرض يا عم عيني الناس كلها بتكلمنا عايزين عرض كويس عملوا لهم احلى عرض ماشي يا حبيبي لسان طيبين ان شاء الله انتظرونا في العرض القوي الجاي ان شاء الله عرض قوي جدا ان شاء الله
عشمالين فيك المشاهدين على دماغي استاذ ميسره، على دماغي يا عم عبد، مش عايز حد يبقى، عايز الناس كلها تبقى مبسوطه ومشتركين القناه يبقوا كلهم مبسوطين ان شاء الله. ان شاء الله الله يخليك لينا. الله يخليك يا عم عبد الله، يسلمك. الله يسلمك يا عم عبد الله، يخليك. الدرع على ودنه. الشنة حلو عليها اهو يا جماعه، الشنة حلو عليها. انت عسل يا عم. الله يسهل لك يا استاذ ميسره. اطلع روح ويسهل له. حمام اهو، حمام، حمام محشي فريك، حمام بالدرة يعني محشي فريك. في نهايه الفيديو ده يا جماعه، يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك معانا في القناه، لان الايام اللي جايه يا جماعه كلها متعه، كل الايام اللي جايه اوعدكم متعه تقيله ان شاء الله. وفي اخر الفيديو بشكر حضراتكم على المتابعه، وتحياتي لحضراتكم، واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.